الحال مش معناه باي شكل من الاشكال ان احنا أيوة. مش هنتكلم دلوقتي حالا عن النادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم ونقول له احنا دايما كالعاده وراك يا اهلي في كل مكان. السنه دي العشره يا اهلي ان شاء الله باذن الرحمن، طبعا مباراه قويه غدا ان شاء الله بيستعد ليها النادي الاهلي. الاهلي طبعا اللي معودنا دايما انه بيسعى دائما لتحقيق يعني نتائج مرضيه وانتصارات ايا كان مين هو الفريق المنافس. طبعا بكره ان شاء الله اكيد بيسعى بطبيعه الحال لتحقيق نتيجه ايجابيه امام بطل تنزانيا، لا سيما ان قدر لاعبي نادي القرن هو المنافسه دائما للفوز والتتويج وتحقيق طموحات جماهير النادي اللي اصبحت في الفتره الاخيره بصفه خاصه بتبحث فقط عن النجمة العشرة، وربنا يصلح الحال إن شاء الله ويحصل. صحيح الكلام ده جدا ومظبوط كده. الأهلي زي ما بيتقال بيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية بحثاً عن صدارة المجموعة. موعدنا بكرة بإذن الله نشوف مباراة قوية، الساعة هيكون 3 تحديدا العصر في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. عايزين نقول كمان إن أكيد لازم نبقى عارفين إن الطرف الثاني في المباراة هو قوته قد إيه، وده اللي بيبقى حريص عليه دايما يعني بيتسو موسيماني. هو بيتكلم دايما إن إحنا ما بنستهونش بأي فريق، أي خصم لينا، أي مباراة مهمة جدا. فريق سيمبا التنزاني هنا كمان لو هنتكلم يعني يمكن اختلف عن المواسم الماضية، أصبح مميز بشكل كبير جدا، حقق كمان فوز مهم في مباراته الأولى أمام فاتا كلاب لو كلنا تابعنا بدور المجموعات. ده غير كمان أنه بيتمتع بجماهيرية كبيرة جدا على ملعبه، وإحنا بنتكلم أن قد يصل يعني عدد الحضور ل 30,000 متفرج، ده في مواجهة الأهلي في ظل خلو تنزانيا زي ما احنا عارفين من فيروس كورونا. ده كمان لما بنتكلم على 30,000 متفرج ده يعني نصف تقريبا ساعة استاد المباراة، المفروض أن هو بيبقى أي استاد تقريبا 60,000 متفرج. على كل حال احنا لازم نبقى دايما عارفين ان جمهور الاهلي دايما في ظهره، وان شاء الله زي ما انت قلت العشاء تكون من نصيب الاهلي.